بجد تحيه بيك يا كابتن هيثم. قبل انطلاق مباراه الاهلي وسموحه في قبل نهائي بطوله افريقيا طبعا لكره الطائره للرجال، معايا في هذه اللحظات كابتن خالد ابو زينه المدير الاداري فريق النادي الاهلي. كابتن خالد برحب بيك في البدايه. الله يخليك. انا طبعا الاول خبر انت عايز تقوله لنا وفي خبر ظريف، بس الاول نمسي على كابتن هيثم السعيد الكابتن العظيم المحترم، بتمنى له كل توفيق، هو متابعنا طول البطوله وحضرتك وقناه النادي الاهلي، فاحنا بنشكركم جدا على متابعتكم لينا. واجب قناه النادي الاهلي، اي فريق في النادي الاهلي لازم يتم متابعته وتغطيته بشكل مميز وبشكل كبير، لان احنا قناه النادي الاهلي. والله بس انتوا تابعتونا يعني اديتونا حقنا بزياده يعني. المهم طبعا انا بطمنك الاول على الفريق، وبطمنك على ان شاء الله ربنا بنوعد الجمهور وبنوعد مجلس الاداره، وبنتمنى التوفيق في عودة لكابتن محمود الخطيب إن شاء الله سالم بإذن الله، لأن فعلا هو وحشنا جدا. والنائب بتاعه العمري بيه فاروق طبعا متابعنا في كل وقت هو ومجلس الإدارة، فاحنا بنشكرهم جدا على الاهتمام ده، وبنشكرهم جدا على تواجدهم على طول معانا. انت حضرتك عايز تعرف خبر، في خبر يعني امبارح اتصل بيا مسؤول في 57 357، وعلى اساس ان عايز يجيب ان احنا نعمل لفته ان الولاد بتوع المستشفى يجوا يتفرجوا على الماتش النهائي. طبعا انا على طول كلمت رئيس اللجنه العليا المنظمه الاستاذ محمد الجرحي والنائب بتاعه الاستاذ محمد الضماطي، والحقيقه يعني مش عايز اقول لك الموضوع الخبر ده قوبل بترحيب ازاي، وفعلا احنا طلعنا جواب النهارده وطلعنا لهم دعوات، وباذن الله كابتن رؤوف عبد القادر مدير البطوله هيبعت باص ان شاء الله يوم الخميس علشان يجيبهم. لفته رائعه بصراحه وشيء مميز جدا ويحسب اكيد للنادي. والله هم طلبوا، والولاد دول يعني طبعا انا مش عايز اقول يعني ان الموضوع ده اثر فينا، واللعيبه يعني فرحت جدا، واللعيبه تهدوهم البطوله ان شاء الله. كلنا مستنيين بالظبط كده. والحاجه الثانيه اللعيبه يعني قرروا بين نفسهم ان باذن الله بعد ما نخلص افريقيا والكاس ان احنا فعلا هنزورهم في المستشفى، فدي يعني اقل حاجه نقدر نقدمها للولاد دول. ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم ويكرمهم باذن الله. وطبعا يعني مش قادر اقول لك، انا بكلمك وجسمي كله مقشعر بصراحه يعني، لان كانت حاجه لفته جميله جدا منهم. انا شايف دموعك في عينيك يعني ابتديت تدمع. طبعا هي لفته اكيد طيبه جدا مسؤولي النادي الاهلي واكيد منكم واكيد كفريق النادي الاهلي، لكن عايز ايضا اتكلم عن الجمهور الكبير اللي حاضر النهارده واللي كان بيأذركم على مدار البطوله. حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ وهو اكيد هم يكتروا عن كده شويه، هيكتروا ان شاء الله كمان النهارده وبكره. يا ريت الجمهور، بندعو الجمهور وخاصه ان الامور كلها ميسره ليهم لدخولهم. النادي الاهلي عايش بجمهوره، النادي الاهلي الجمهور هو اللعيب الثاني والثالث في النادي الاهلي، فاحنا عايزين جمهور فعلا في المباراه النهائيه باذن الله. هو الجمهور النهارده كتر شويه، لكن الجمهور ان شاء الله يشرفنا في المباراه النهائيه، هيكون ليها انطباع جيد عند اللعيبه ان شاء الله. شكرا يا كابتن خالد. العفو، بشكر حضرتك جدا وبشكر قناه النادي الاهلي، وبسلم على اخويا وحبيبي كابتن هيثم السعيد. شكرا. ده كان لقاءنا مع الكابتن خالد ابو زينه المدير الاداري فريق النادي الاهلي قبل لحظات من انطلاق مباراه الاهلي وسموحه في قبل نهائي البطوله الافريقيه طبعا لكره الطائره الرجال، واللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي خلال مباراه النهارده، ان هو يقدر يؤدي مباراه كبيره ويقدر يحسم المباراه كمان مبكرا عشان يكون في استعداد اكبر وبشكل لائق اكتر للفريق ان شاء الله للمباراه النهائيه غدا امام فريق طلائع الجيش. والان عودة لك يا كابتن عايز في الاستوديو. جميل أمير هشام، شكرا جزيلا ليك. الكابتن خالد أبو زينة الحقيقة إنسان يعني من